ماء الورد مع الليمون كنز رباني، هيزلك اي سواد من اول مره. حتى لو عندك تصبغات السنين وعندك سواد السنين وعندك تجاعيد السنين، عايزه اقولك الوصفه دي من اول ما هتستخدميها هتلاقي السواد اختفى وهتلاقي الجلد الميت اختفى معاكي. وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه جدا، من سهولتها ومن جمالها هتقومي تعمليها حالا. هتغذي بشرتك قوي وهتفتح بشرتك جدا، هتفتح اي جزء في جسمك، وكمان هتنسف عندك التجاعيد وتخلي بشرتك منوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده جايبه لك كنز عظيم جدا في الوقت بقى اللي احنا فيه دوت، والمصايف والشمس وحروق الشمس بقت حاجه بجد صعبه قوي. الاسمرار بقى رهيب، بيبقى فيه بقع داكنه، بيبقى فيه اسمرار شديد. عايزه اقول لك الوصفه دي بتبيض بدرجه رهيبه قوي، مكوناتها بسيطه ومش غاليه خالص، وكمان هتقومي تعمليها حالا لانها قويه قوي في نسف السواد والتجاعيد والبقع الداكنه والنمش والحفر بتاعت الوجه وطبقه الجلد السمراء من اي جزء في جسمك مش بس وجهك. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه هنحتاجها وهو الليمون. الليمون بقى احنا هنعمل بيه طريقه يعني يمكن انتي ما جربتيهاش قبل كده، طريقه بقى قويه قوي 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 في نسف السواد العنيد، نسف البقع العنيده. هتبداي تجيبي حبيتين من الليمون بالشكل ده، وهتبداي تجيبي السكينه. طبعا احنا بقى هناخد الليمون بالقشور، لان قشر الليمون لوحده مع الليمون فظيع في نسف السواد، وكمان لو عندك تجاعيد بيبدا ان هو يعالج لك اي تجاعيد في بشرتك. هنبدا ان احنا نقسم الليمونه بتاعتي، كل ليمونه هتقسميها على اربعه، ولو في بذر ما ترميهوش حطيه برده معاه، لان الليمونه كامله بتديكي الفوائد كلها. فهتبداي تاخدي الليمون بتاعك بالشكل ده. بعد كده حبيبة قلبي بتبدأي تجيبي مية ورد، وطبعا مية الورد حلوة قوي قوي في تغذية البشرة، في ترطيب البشرة، كمان بتنظف البشرة قوي قوي، بتعالج كمان المسام المفتوحة. هتبدأي ان انتي تجيبي مية الورد وهتنزلي على الليمون بالقشور بالشكل ده بأربع معالق كبار من مية الورد، أربع معالق كبار. واي نوع بقى ميه ورد متوفر عندك، بس طبعا كل ما هيكون النوع حلو كل ما هيكون افضل. بعد كده هتبداي تجيبي معلقه كبيره من الرز، الرز العادي خالص اللي انت بتستخدميه في المطبخ. هتبداي تغسليه كويس قوي، وهتبداي تاخدي معلقه وتحطيها بالشكل ده كده، معلقه واحده بس، ما تحطيش اكتر من معلقه، على الليمون وميه الورد. بعد كده حبايب قلبي، بعد ما حطينا ميه الورد مع الليمون ومعلقه الرز بتاعتي، هتبدأي تجيبي كوباية صغيرة كده من المية، وهتحطي كوباية صغيرة او نص كوباية كبيرة من المية، المية العادية خالص بالشكل ده كده. وهنبدأ ان احنا نقلبهم كده تقلبتين بالشكل ده، وبعد كده هتبدأي بقى ترفعيهم على النار يغلوا على نار، يفضل طبعا يغلوا على نار هادية عشان يدوكي بس ايه يستووا مع بعض. هتبدأي تخليهم كده على النار هادية لحد ما يصفوا ميتهم او ينشفوا ميتهم، بس يكون في شوية مية بسيطة كده من تحت عشان نقدر ان احنا نستخدمهم. اهم حاجة تتأكدي ان المكونات بتاعتك استوت شوية وشربت ميتها، بس في شوية مية كده بسيطة. هوريكي برضو شكلها يبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، المكونات بتاعتي استوت، وفي نفس الوقت لسه في شوية مية موجودة اهي. طبعا انا هقول لكم انا عايزه شويه الميه دول ليه. انا عايزاهم علشان احنا هنخلط المكونات بتاعتي دي في الخلاط، فيبدا ان هو يتخلط معاكي ويديكي القوام الكريمي اللي احنا محتاجينه، تمام؟ فهتبداي ان انت بقى تاخديها كده وتخلطيها في الخلاط، في يعني اي حاجه تقدر انك تخلطي فيها، ممكن الكبه، المهم ان احنا عايزينها تختلط تماما وتدينا قوام ناعم جدا جدا ومختلط كويس. هوريكي برده شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا بقى شايفه القوام عامل ازاي، قوام كريمي خالص. عايزه اقول لك ريحتها كمان حلوه قوي قوي قوي،
قوية قوي، يعني مش قادرة اقولك قد ايه هي هتنسف عندك اي سواد. هتحطيها على وشك، هتخلي وشك ده بدر منور. هتبدأي بقى حبيبة قلبي تاخدي معلقة كبيرة من الزبادي او الياغورت. الزبادي هيديكي ترطيب كمان اصحاب البشرة الحساسة. هتفيد معلقة الزبادي دي هتفيدك قوي لو بشرتك حساسة وخايفة من الليمون، هتديكي ترطيب، هتمتص عندك الالتهابات، هتديكي تفتيح، هتديكي نعومة. هنبدأ نقلب معلقة الزبادي بتاعتي كويس قوي بالشكل ده او الياغورت على المكونات بتاعتي لحد بس ما نحس ان الزبادي ما فيهوش تكتلات خالص. فأهم حاجة بس مرحلة التقليب، عشان لو الماسك بتاعك مش متقلب كويس مش هيديكي برضو نتيجة كويسة. فهتبدأي تقلبي شوية حلوين كده لحد ما تتأكدي ان الزبادي اختلط وما فيهوش اي تكتلات كده. بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده، اهو شايفين القوام عامل ازاي معايا. معايا بقى هنا المعلقة السحرية دي، ودي لما بنضيفها بتدي ترطيب، بتدي تفتيح، كمان بتغذي البشرة قوي وبتشد عندك اي تجاعيد في بشرتك. طبعا هنبدأ ناخد معلقة من النشا او الكورن فلاور، وتقدري تستبدليه بمعلقة من بودرة التلج او معلقة من الدقيق او الطحين. هنبدأ ناخد معلقة من النشا وهنقلبها كويس قوي على المكونات بتاعتي. بقى عندك اقوى ماسك لنسف اي سواد، الايدين والرجلين والوجه والجسم كله. هنبدأ نقلب، واداني كمان كمية كبيرة، ولو انتي الكمية عايزة تحتفظي بيه باقي المكونات بتقدري تحتفظي بيها، بس اهم حاجة بتغطي، بتنقليها في علبة ما فيهاش اي مية وناشفة جدا، وتكون علبة ليها غطا، وبتنقلي باقي الماسك عندك في علبة وبتقفليها وبتشيليها عندك في التلاجة. الماسك ده بيقعد معاكي من 3 لـ4 ايام في التلاجة ما بيفسدش. بعد ما قلبناهم كويس قوي، المكون ده اختياري، لو انتي بشرة جافة هتبدأي تحطي معلقة كمان من زيت الزيتون علشان يرطب معاكي ويغذي بشرتك. بشرة عادية بتقدري برضو تحطي زيت الزيتون، البشرة الدهنية بس اللي مش هينفع تحطي زيت زيتون. انا بشرة جافة فهاخد معلقة صغيرة من زيت الزيتون، وهنبدأ ان احنا نقلبها كويس قوي على المكونات. زي ما قلتلك زيت الزيتون اختياري، عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة تحطيه عادي، مش يعني مش ضروري قوي في الوصفة، بس انا بحب الترطيب يكون مضاعف مع التفتيح عشان بشرتنا ما تجفش واحنا بنفتحها. بعد ما قلبنا الماسك بتاعي الرهيب ده، زي ما قلتلك بتنقليه عندك في علبة، هتبدأي بقى حبيبة قلبي تاخدي الماسك الرهيب ده وهتدينيه بقى على ايديكي وعلى وجهك كله، بيتحط تحت العينين وبيتحط طبعا في الرقبة لانه بيدي تفتيح هايل. فهتبدأي بقى تدهنيه وهتسيبيه على وجهك لمدة 30 دقيقة كاملة. انا عايزاه يتساب 30 دقيقة، اطول فترة ممكنة، عشان يديكي التفتيح من اول مرة وما تضطريش تستني كتير علشان يديكي التفتيح اللي انت عايزاه. بعد ما هتسيبيه 30 دقيقة هتبدأي تغسلي بشرتك كويس جدا بالميه الساقعه، ما تفتحيش مسام وبعدي عن الميه السخنه خالص عشان بشرتك ما تلتهبش، عشان الوصفه فيها ليمون. فهتبداي تغسلي بشرتك كويس جدا بالميه الساقعه بس، ولو عندك قطعه تلج تدلكي بيها بشرتك بعد الوصفه عشان تغلقي اي مسام مفتوحه، وكمان تقفلي على الوصفه وتديكي برده نضاره حلوه لبشرتك. ده برده خطوه التلج دي اختياري، بس انا بفضلها بالنسبه لي قوي. هتستخدمي الخلطة ديت يوميا لمدة 3 ايام. اشوفكم على خير والسلام عليكم.